احترامي، وجودك في النادي الاهلي انا اسف يعني طبعا، او ده الطبيعي ان هو شرف ليك ان انت تبقى موجود في طبعا النادي طبعا الاهلي طبعا، جدا طبعا. ولكن الناس لازم تعرف برضو ان قد ايه انت ضحيت علشان بحاجات، سيبك من الفلوس، اصل الفلوس بتروح بالظبط وتيجي، وبعدين طبعا جوه النادي الاهلي مع احترامي لكل الانديه، كل الانديه فوق دماغنا وكل الانديه اصدقائنا واصحابنا، ولكن دايما الدوري اقرب للاهلي، البطوله بالظبط الافريقيه صح. اقرب للاهلي، فدايما في مكافآت وفي ماتشات فدايما وفي في الحاجات دي حاجات كلها هتتعوض، طبعا. لكن انا بتكلم في التفاصيل دي عشان الناس، عشان انا عايز اقرا لك كلام الناس كمان يعني تمام شويه كده، وهقرا لك قد ايه بص الناس كده بتحبك وقد ايه الناس مستنياك الحمد وقد لله ايه الناس كده. كانت، لانها عرفت ثلاث ارباع التفاصيل، فاحنا عايزين نحكي الربع اللي فاضل. بص يا كابتن، كان في ناس كتير بتكلمني، بس انا كنت بحاول على قد ما اقدر يعني، انا ما بردش على ارقام، اي رقم بيرن عليا برد، لو رقم انا مسيفه عندي على التليفون فبرد عليه، فكنت دايما اخلي عبد الرحمن صاحبي هو اللي يرد ويعرف. فكان في وكلاء بيكلموني كتير، وكلاء اسامي كبيره جدا يعني، انا اتفاجئت ان هم بيكلموني عشان يخلصوني في انديه تانية، فانا ما كنتش برد، ولما رديت على حد قبل كده قلت له معلش انا ان شاء الله العب في النادي الاهلي. ده كان ردك دائما يعني. كنت ده الوكيل اللي هو كلمني وقال لي على الفلوس والكلام ده كله، قلت له ان شاء الله في النادي الاهلي بس. ف لغايه اللي هي المكالمه بتاعت امبارح دي كانت من مسؤول انا داخل احد الانديه الكبيره. بس فالحمد لله يعني. واول امبارح كمان يعني امير كلمني، امير توفيق، قال لي مبروك اول امبارح اول امبارح، فانا رحت داخل صحابي قاعدين في الكافيه جنبي كده جنب البيت، قلت لهم يا جماعه امير كلمني بيقول لي مبروك، هنعمل ايه؟ انا مش مصدق، وانا بتكلم وبضحك يعني بصراحه، عايز يخلص بسرعه وفي نفس الوقت قلقان يحصل حاجه تانية. يحصل حاجة. فالمهم فضلت قاعد، قال لك الساعه 12 بالليل اول امبارح هتخلص، ما خلصتش الساعه 4 يا كابتن، الساعه 5 الفجر قاعدين مفيش حاجه خلصت، نمت بقى وصحيت يا جماعه مفيش حاجه يا جماعه لسه. امير كلمني قال لي الساعه 4 ونص تقابلني في التجمع، أمير توفيق. امير توفيق، الساعه 4 ونص تقابلني في التجمع، الساعه 4 الا 10 كلمني قال لي هقابلك عند النادي الاهلي. فطبعا انا عامل حسابي التجمع تمويه جنب تمويه التجمع جنب مدينه نصر، فالمسافه قريبه 10 دقائق ربع ساعه، فعامل حسابي لسه ما لبستش وكده، فقال لي ايه هنتقابل فين؟ عند النادي الاهلي. رحت لابس ورحت له هناك، فضلت قاعد من الساعه تقريبا 4 ونص تقريبا لحد الساعه 9 بالليل في العربيه. في العربيه. مستني. مستني معاه، كان امير توفيق معاه عمرو بسيوني بتاع بيراميدز، والاستغنى في اتحاد الكوره، دخلنا النادي الاهلي طلعنا تاني، رحنا اتحاد الكوره جبنا الاستغنى، بعد كده استنينا الناس بتصور العقودات والناس ترد علينا، لحد ما الحمد لله دخلت النادي الاهلي امبارح، دخلت النادي الاهلي، وبصمت بصمت، وشفت ناس جميله بصراحه هناك، وشفت حاجات يعني كنت اتمنى اشوفها من بدري، بس مشيت في النادي وشفت